يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أردت أن أتزوج من أناس ولكن أبي يريد أن أتزوج من غيرهم، ولكن أبي يريد أن أتزوج من أناس غيرهم، فهل أطيعه في هذه الحال؟ وهل يكون من البر إذا أطعته في ذلك؟ نعم، إذا كانت المرأة التي يريدها والدك امرأة طيبة امرأة صالحة فأطع والدك في هذا، وهذا من البر. وإما إذا كانت المرأة لا تصلح فلا تطع والدك في هذا الشيء ما يصلح لك. نعم.